بكم على الهواء مباشره من استوديوهات 218 نيوز في البلاد قاعدين في الساعات هذه وفي خلال الايام هذن والشهور هذن قاعدين في اخطر واعقد مرحله من مراحل ازمتنا الليبيه اصعب مرحله من مراحل الازمه الليبيه تاريخ حيكون تاريخ معقد وقاعدين قدام حدث مفصلي وتاريخي بكل المقاييس بل انه هو اعقد مفصل في كل التاريخ السياسي الليبي ليش بسبب استقالة رجل واحد بسبب استقالة شخصية واحدة استقالة المبعوث الأممي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة ليش؟ ببساطة لأن غسان سلامة أهم مبعوث دزات الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للمنطقة وإلى ليبيا والكلام هذا نعنوه لما نقوله أهم مبعوث أممي إلى المنطقة وإلى ليبيا وحنوضحوا بعد شوية ليش غسان سلامة أهم مبعوث دزات الأمم المتحدة للشرق الأوسط ولليبيا تحديدا في تفاصيل مهمة وفي أحداث ووقائع ومواقف وفي شغل كبير جدا يجعل غسان سلامة من أهم المبعوثين الأمميين إلى ليبيا قبل ما نأخذ تغريدة غسان سلامة وخبر استقالة غسان سلامة والناس اللي دارين عرس في ناس دارين شطحة طويلة عريضة دارين عرس الآن محتفلين برحيل سلامة عرس سياسي من الطبقة السياسية مبسوطين الآن أمورهم كلها عشرة على عشرة ما عاش في حد الآن الخطر زال اللي يهدد شرعيتهم شرعية الاتفاق السياسي أمورهم عشرة على عشرة ما فيش حد حيجي الآن والأمور تظل على ما هي عليه لأن هذه هي المصلحة وهذه هي الغاية للأجسام السياسية أن الأمور تقعد زي ما هي بالله عليك يا سلامة فكنا من القصص هذه وخلينا نحن ماشيين زي ما نحن ماشيين لسان حال من الأجسام السياسية وحنجوها بعدين خلونا في التداعيات المستقبلية السريعة جدا المتوقعة بعد استقالة غسان سلامة الدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الآن بحسب المراقبين وبحسب المحللين داخل الأمم المتحدة المسارات اللي اشتغل عليها غسان سلامة قاعدة مهددة بالانهيار على رأسهن جنيف جنيف بشقيه الأمن العسكري وبشقه السياسي بشق الأمن العسكري اللي هو متمثلا في حوارات واجتماعات لجنة خمسة زائد خمسة المتعثرة أصلا وبالشق السياسي لجنيف المتقربع أصلا واللي فيه مشاكل واجدة بسبب ناس هواة سياسيين عندنا بسبب طبقة سياسية مبدعة في الإخفاق السياسي وبسبب لعب عيال اللي ديما نحكوا عليه ونوصفه فيه هو لعب عيال ولكن هو بتكاليف باهظة جدا المسارات كلها قاعدة الآن مهددة بالانهيار لسبب بسيط البعض يقول أن ربما استقالة غسان سلامة تعطي رسائل سياسية خاطئة للأجسام السياسية اللي هي الآن تعتقد أنها قاعدة في حل من أي التزام اشتغل عليه غسان سلامة في خلال سنتين ونص اللي فاتت يعني هذه الذهنية السياسية الليبية والذهنية السياسية العربية عموما يبدو أن الأجسام السياسية ومن خلال التصريحات لبعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وناس في الرئاسة وناس في الحكومة إلى آخره يبدو أن عندهم فهم خاطئ أو تشكل عندهم فهم خاطئ من خلال استقالة غسان سلامة ويعتقدوا ان استقاله غسان سلمة تعني أنهم الان في حل من كل التزاماتهم السياسيه او الوطنيه طبعا وطنيه هذه طبعا سقف عالي ما نبوش فيه لكن نقول التزاماتهم اللي هم قطعوها قدام الامم المتحده يعتقدوا ان الامور ربما تمشي في اتجاه اخر خصوصا ان الجماعه الان في كل الاجسام السياسيه في مجلس النواب في مجلس الدوله في المجلس الرئاسي في زي العوده لمرحله ما بعد 2014 كلهم يجاروا على قصه الاتفاق السياسي كل الاجسام السياسيه والسياسيين الليبيين لو تلاحظوا في هذه الفتره عندهم عشق للحديث عن الاتفاق السياسي ليش لان الاتفاق السياسي هو الشيء الوحيد اللي قاعد يضخ في الدماء في عروق هالاجسام السياسيه هذه اللي الليبيين في تطلع ويرجو في لحظه الانعتاق من هذه الاجسام السياسيه بحسب تصريحات الدكتور غسان سلامه في وحده من احاطتها قدام مجلس الامن لما قال قدام مجلس الامن الذراع التنفيذي للامم المتحده ان الليبيين والليبيات يتطلعوا ويرجوا في الساعه والدقيقه اللي ينعتقوا فيها من هذه الاجسام السياسيه. اذا المسارات اللي اشتغل عليها الدكتور غسان سلامه الان مهدده وهذا شيء مهم جدا وطبعا قبل ما نتكلم على استقاله غسان سلامه او طلب بإعفاء من مسؤوليته ومن عمله كمبعوث للمجتمع الدولي في راهو بلطجه سياسيه هائله سبقت هذه الاستقاله. بلطجة من كل الجهات، الغريب ان الاخوة العداء كلهم اتفقوا على غسان سلامه. كل السياسيين ابدا بالاسلام السياسي ابدا بالصدق الغرياني، يعني عدي للمجلس الرئاسي، عدي للدوله، عدي لمجلس النواب كلهم في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان، كلهم اتفقوا ووحدهم فقط العداء لغسان سلامه. هو الغريب الان السياسيين الليبيين كلهم يطلعوا يصرحوا 24 ساعه وكده تتابعوا فيهم على الفضائيات وفي التلفزيونات وفي كل مكان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي السياسي الليبي يطلع ويقول والله غسان سلامه ما عندهش ادراك حقيقي لعمق الازمه الليبيه غسان سلامه ما هوش قادر يجد العنصر المعقد في المعادله الليبيه هذه وكل المبعوثين السته هذوم كلهم اللي جوا ليبيا ما عندهمش ادراك حقيقي لشكل الازمه الليبيه ومحتاجه لواحد عبقري باش يفهم الازمه الليبيه يا سيدي بما انكم انتم كلكم الان عارفين شنو هو اللغز الليبي وعارفين شنو هو المرض وعارفين شنو هو العلاج وعارفين شنو هو التشخيص وعارفين شنو هي المشكله المعقده حلوا الازمه دير حل للازمه ليش ترجع في المبعوثين الامميين بما ان غسان سلامة والله لا يمتلك قدرات استثنائيه سياسيه عشان يعرف بها اللغز اللي بسبب هؤلاء العباقره اللي نحن قاعدين فيه الان حلوا الازمه مالكم مال سلامه اهو عدى سلامه. بما ان السياسيين الليبيين كلهم عندهم اجماع ان الامم المتحده لا تع... ما تعرفش كيف إن هي تدير الازمه في ليبيا. معناها يا سيدي حل انت تفضل وحل الازمه، مالك مال المبعوثين الامميين وما فيش داعي قاعد الان تتكهن وتخمن وتقول ما اللي بيجي بعد سلامه؟ اهو يا سيدي هذا حصانك وهذه السدره. انتم سياسيين الليبيين ما شاء الله عندكم حنكه سياسيه وعندكم خبره ورصيدكم كل نجاح سياسي حلوا المشكله ملكة مال سلام وملكم مال المبعوثين الامميين حلوا الازمه دير حل للأزمة ناخذ تغريدة الدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة المثقف العربي الدبلوماسي المهم واللي طبعا للتذكير غسان سلامة كان مستشار لأمناء للأمم المتحدة وراه الرجل هذه المهمه لاحظ ان اي مبعوث في الشرق الاوسط قبل ما نجيل التغريده معلش هذه كلمتين مهمات اي مبعوث لما جيه الامم المتحده وجيه الامين العام يقول له تفضل عندك مهمه للشرق الاوسط الاغلبيه ترفض مش بس في ليبيا لان الذهنيه السياسيه العربيه في المنطقه معروفه انها هي ذهنيه سياسيه معرقله ومتخصصه في العرقله ازمات الشرق الاوسط تبدا وما تنتهيش كلهم يعتذروا معروفه ولكن رجل بمواصفات غسان سلامه يعرف أن المهمات التاريخية لابد أنها هي تقبل لا ترفض المهمات التاريخية تقبل وبالمناسبة راهي يرحمه والدين الأمم المتحدة واللي يدير فيها غسان لما لما جوليبي رحمة والدين الأمم المتحدة ما عندهاش أي نوع من أنواع الالتزام بالموال الليبي اللي قاعد ساير الآن لما الطبقة السياسية الرديئة اللي ما تعرفش تدير أي شيء في حياتها لما تيجي تعرقل 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 خلاص صار منها باهي وصلت الى حل سياسي باهي ما وصلتوش الى حل عاد هذه مشكلتكم ان شاء الله والله ما درتوا حل وان شاء الله ما درتوا حوار الى يوم القيامه اللي تدير في الامم المتحده واللي دار غسان سلامه جاء ليبيا ياخذ في رتبه من الامم المتحده رحمه والدين صار منها باهي ما صارش منها كل سنه وانتم طيبين زي ما قال في التغريده الان غسان سلامه الدكتور غسان سلامه سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحده البلاد وعلى اليوم وقد عقدت قمه برلين. قمه برلين عقدت صحيح وصدر قرار 25 عشرة وانطلقت المسارات الثلاثه رغم تردد البعض ان اقر بان صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيره من الاجهاد. لذا طلبت من الامين العام اعفائي من مهمتي املا او املا اسف املا لليبيا السلم والاستقرار. كلام مختصر مفيد. الدكتور غسان سلامه يعني عشان الواحد يكون موضوعي ولا الانصاف ما ذكرش الا واحد في المية من الانجازات اللي هو دارهم في ليبيا بعيد عن الاسطوانة المشروخة بتاعت السياسيين الليبيين غسان سلامة فشل غسان سلامة اخفق الكلام الفاضي اللي يقولوا فيه السياسيين الليبيين غسان سلامة استطاع ان هو ينتزع من مجلس الامن قرار 25 عشرة وباجماع 14 دولة وامتناع دولة وانت تحكي على ظرف دولي اقليمي معقد ما فيش مبعوث اممي يستطيع انه هو يجعل مجلس الامن والامم المتحده والمجتمع الدولي المقسم على نفسه انه هو يتخذ هذا القرار وبالاجماع ما فيش مبعوث اممي يقدر يديرها لا في سوريا ولا في اليمن ولا في اي مكان اخر ولا في العراق هذه للامانه آه هو جابكم قرار مجلس الامن غصن سلامه قرار مجلس الامن راهو مش بس لوقف اطلاق النار اللي دار غسان سلامه واللي قدر هو ينتزع من مجلس الامن ومن الدول المنقسمه على ليبيا قرار مجلس الامن يدعم قريب 52 54 نقطه جن في نتائج برلين من ضمنها منع تدفق السلاح الى ليبيا والسلاح في ليبيا هذا ازمه الازمات وسبب مصيبتنا السلاح الى ليبيا والاهم وقف اطلاق نار والكلام هذا يشمل 54 نقطه اللي جن في نتائج برلين غسان سلامة يقدر انه هو يجيب لك قرار مجلس الامن اذا عاد مجلس الامن هو منقسم على نفسه هذه مش مشكله غسان سلامه وإذا الأجسام السياسية منقسمة في الداخل الليبي هذه أيضا مش مشكلة غسان سلامة لما يجد المجتمع الدولي منقسم والدول الفاعلة الدول الإقليمية والعربية والدول الغربية اللي هي منقسمة وجهة نظرها مختلفة في ليبيا هذه ما هيش مشكلة غسان سلامة إطلاقا أساسا هذه مشكلة الأجسام السياسية والطبقة السياسية الفاسدة في ليبيا تقول لي ليش نقول لك ببساطة أن وجهات النظر المختلفة عندك دول عربية أقليمية ودول غربية وجهة نظرها للحل ولتشخيص الأزمة في ليبيا مختلفة وهذا الشيء نعرفه لكن ليش وجهة نظرها قاعدة الآن مؤثرة في الملف الليبي بسبب الشركاء المحليين الموجودين في ليبيا وكلمة شركاء محليين راهي راهي كلمة مهذبة جدا من البوش نقوله كلمة أخرى ليش الدول المنقسمة على نفس هذه الدول الغربية والأقليمية والعربية قاعدة عندها القدرة أنها هي تأثر في ملف الأزمة الليبية لأن عندك سياسيين محليين يشتغلوا بدوام كامل لتلبية مصالح الدول الإقليمية والعربية والغربية فقط لو كان ما عندكش ناس في الداخل شركاء محليين راهي كل هذه الدول اللي في ليبيا ما تقدرش تأثر أي شيء ترجع من جديد وتلقى المشكلة في الناس اللي دارين عرس اليوم مبسوطين وين برحيل سلامة الطبقة السياسية المحترمة الموقرة في ليبيا فعلا غسان سلامة عنده إنجازات مهمة نبغى نقولوا حاجة مهمة في مسيرة غسان سلامة بصراحة بأن الرجل عدى وخلى ليبيا وماشي الأمور زي ما هي في ليبيا أول مبعوث أممي يعطي وصف دقيق وحقيقي للصراع الليبي وللأزمة الليبية غسان سلامة أول واحد قال لهم راهو الأزمة ما هيش بس أمنية فقط وأزمة تنظيمات إرهابية إلى آخره وراهي ما هيش بس أزمة سياسية وانقسام سياسي وأزمة شرعية في الداخل لا ليبيا فيها أزمة أعمق في صراع اقتصادي في صراع على الثروات أول مبعوث أممي يحكي بهذه الصراحة وبهذا الوضوح يشخص الأزمة لأن أنت محتاج أنك تشخص الأزمة عشان تعرف لها شنو هو العلاج المناسب غسان سلامة أول مبعوث يقترح قصة المسار الاقتصادي لأن عنده إدراك حقيقي وعارف أنه جزء من الأزمة وجزء كبير من الصراع الحقيقي هو صراع اقتصادي وصراع على الثروات صراع على الفلوس القصة كلها فلوس أصلا أول مبعوث أممي يصفها بهذا الوضوح وأول مبعوث أممي يقترح توسيع المشاركه السياسيه وينزل للقاعده الاجتماعيه الشعبيه هذه وتتذكروا الحوارات الماراثونيه اللي دارها الدكتور غسان سلامه بتعاون مع منظمه الحوار الانساني ولقاء البلديات وعمداء البلديات والنخب ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقيه والقانونيه والثقافيه حتى الفنيه تقريبا غسان سلامه ما خلاش حد ما تلقاش معاه في ليبيا ما خلاش حد ما تلاقاش معاه مش بس الناس اللي تدعي ان هي تمثل في ليبيا سياسيا في الاجسام السياسيه اللي ملهاش اي فائده الراجل نزل للقاعدة تلقى مع تلاقى مع الجميع مشال الجنوب مشال فزان قبل ما بالمناسبه قبل ما يمشي له المجلس الرئاسي غسان سلامه كان في الجنوب في فزان قبل ما يزور السراج لاول مره وهذه ايضا للتاريخ هذا كلهم دارهم غسان سلامه أشياء مهمة لا يمكن أنك أنت تتجاهلهن الشيء الآخر المهم غسان سلامة أول واحد نقدر نعتبره بهذا الوضوح يقول يسي تو حيقول لك أنت تدافع عن غسان سلامة نعم نحن ندافع عن غسان سلامة أول مبعوث أممي يتوجه مباشرة للشعب الليبي ويصارحه ويقول له بالمناسبة راهي الأجسام السياسية اللي قاعدين الآن مستفيدين من الوضع الحالي المبعوث الامم الوحيد اللي يقول للليبيات والليبيين الاجسام السياسيه مجلس النواب مجلس الدوله المجلس الرئاسي مش عارف من اللي جابهم الاتفاق السياسي راهم مستفيدين من استمرار الوضع الراهن وهذا طبعا حيزعلهم انت لما تقول هيك اكيد انت خلاص ما تكون مقبول بالنسبه للاجسام السياسيه كلهم على اختلاف توجهاتهم وعلى اختلاف مصالحهم المبعوث الوحيد اللي قال الاجسام السياسيه مستفيده من الوضع الراهن شرعيه الازمه عايشه عليها لو أن تصير الأمور تمشي تمام ويصل الاتفاق سياسي ولو أن الأجسام السياسية هذه هي تصل لتسوية سياسية وتغلب مصلحة الوطنية العليا على مصالحها الضيقة المصالح الرخيصة اللي من مش أي معنى المحاصصة السياسية والمناصب من يمشي ومن يقعد وشيل من رأس هذا وحط على رأس لو أن هم وصلوا لتسوية سياسية وداروا انتخابات ها أنفسهم مش موجودين ببساطة بالتالي التسويه السياسيه والاستقرار والتداول السلمي على السلطه وال... والامور هذه كلها لا تخدم وجود الطبقه السياسيه الحاليه ومتصدري المشهد في المجلسين. وهذا قال غسان سلامه في مجلس الامن، قال الليبيين وجه الكلام للدول صاحبه الفيتو ولصانعي السياسات في هذا العالم. قال لهم الليبيات والليبيين والله يرجو في اللحظة انعتاق من هذه الأجسام السياسية وهذه حقيقة وقالها الشيء الآخر المبعوث الأممي اللي طلع في لقاء حصري انفردت به 218 نيوز وغسان سلامه لاول مره يقولها عندنا في 218 نيوز قال ليبيا تنهب نهبا ممنهجا منظما قال اللي انا شفته مش الفساد مش فساد عادي والله نقولوا هذا الفساد اللي يصاحب مرحله التغيرات والتحولات الديمقراطيه لا لا مش مرحله تغيير والناس طالعين من ثوره وكذا وقاعدين يحاولون ان هم يشقوا طريقهم يحاولون ان هم يصلوا الاستقرار لا 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 مش الفساد الطبيعي اللي نحن نحكي عليه ولا ننتقده ونحاول نصلحوه اطلاقا اللي قاعد يصير في ليبيا الان هذا غسان سلامه قالها اول واحد قالها قال ليبيا يسرقوا فيها سرقه ممنهجه سرقه منظمه شيء مرعب قال الفساد اللي شفته في ليبيا فساد ما هو عمري ما شفته في حياته عمري ما شفته في حياتي قال وبالمناسبه غسان سلامه ابن الطائف وابن ازمه سياسيه طالع من رحم الازمه السياسيه المعقده بتاعت لبنان يعني الرجل عارف شنو يقول وقال لك عمري ما شفت الفساد اللي في ليبيا عمري ما شفته ولا سمعت عليه رغم الرجل عنده تجربه سياسيه تاريخيه مهمه جدا في الامم المتحده وكان مرشح انه يكون يمسك اليونسكو ومستشار لامناء الامم المتحده الى اخره فالكلام يعني لما مبعوث أمم يطلع يقول لك هذا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده لما يطلع يقول لك ليبيا تنهب نهب ممنهج اذا الكلام اذا ليبيا تنهب نهب ممنهج غسان سلامة هذين كلها تفاصيل مهمة جدا وبالمناسبة في ترجيحات الآن يقولوا أن مراقبين بما أن الدكتور غسان سلامة الآن طلع من المشهد هذا حصانك وهذه السدرة بالنسبة للناس اللي تطرح في خيار الحسم العسكري الناس اللي يقولوا أن والله الحسم العسكري هو الصحيح هي تفضل احسم الامور وحل الازمه الليبيه بشكل عسكري عدي حلها اذا انت عندك القدره انك انت تحسم الامور وتعيد ليبيا الاستقرار بالحسم العسكري تفضل اه غسّان سلامه مش قاعد لان في ناس يقولوا غسان سلامه يعرقل في القصه هذه وغسان سلامه يبي يجبلنا الاسلاميين وغسان سلامه يبي يجبلنا الاخوان المسلمين وغسان سلامه يبي يحط لنا الرئاسه في النص وبيدير مش عارف شنو تفضل يا سيدي أحسن احسم تفضل احسم الان الامور ببساطه في المقابل الناس اللي قاعدين يقولوا غسان سلامه يدعم في الجيش الوطني وغسان سلامه 24 ساعه يدعم في المشير خليفه حفتر وغسان سلامه عنده اجندات وفي دول تضغط عليه وغسان سلامه هو سبب معركه طرابلس اللي قاعده تصير الان تفضل يا سيدي هي اهو غسان سلامه مش قاعد عدي رغم ان ما فهمناش بصراحه يعني لان في خلال الاربع سنوات هذه المراقبين يقولوا ان اخفاق المجلس الرئاسي انه هو يفي بالتزاماته في اربع سنوات ما درش فيه شيء لا مصالحه وطنيه ولا يقدر ينجح في 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 جوهر عمله اللي هو وجد من اجله اللي هي التوافق، ولا دار ترتيبات امنيه ولا اقتصاديه، ما دارش اي شيء. فبالطبيعه ان المؤسسه العسكريه المؤسسه العسكريه الوطنيه تجد ان هي من مسؤوليتها انها تقول كلمتها في العاصمه طرابلس. لو جاء فايز السراج ودار نموذج امني فريد ويحتذى به في العاصمه طرابلس والله يكلم كانوا يصفقوا ويقولوا والله الامور ممتازه ويا ليبيا كلها تكون زي طرابلس. لكن وجود مؤسسة عسكرية يوم 4 أبريل على تخوم طرابلس لابد أنه يكون نتيجة طبيعية وما لاش علاقة غسان سلامة بهذا الموضوع كان دير مؤتمر اغدامس وبعد الأمور خشت في ساس زي ما يقولوا غسان سلامة في تغريدة غسان سلامة يقول سعيت لعام ونيف لم من الليبيين وكبح تدخل الخارج هذه بأمانة لو ترجع للتاريخ غسان سلامة أول ما وطأت أقدام ليبيا أول حاجة دارها الرجل سكر بابا على كل السفراء على كل المبعوثين اي سمي ما شئت كل الدول الغربية سكر عليهم الباب ما يتلقاش مع حد لا يلتقي مع سفراء لا يلتقي مع مبعوثين لا يلتقي مع قناصل لا يلتقي مع ممثلين لاتحادات ليش؟ لأن غسان سلامة كان يقول كثرة الطبخين تفسد الطبخة وأنا نبي الحل الليبي ليبي ونحن بحاجة إلا أن الأمور كلها تكون داخل ليبيا وبطريقة ليبية وتنجز ومية في المية. لأن هذه هي الأزمات وبحسب خبرته يقول أن تدخلات الخارجية الدولية هذه لك مشكلة بعدين هذا شهر عدى هذا شهور عدى نكتشف غسان سلامة أن الطباخين واجدين وأن كل الخيوط اللعبة انتقلت إلى الخارج السياسي الليبي لا يمتلك زمام أمره وهذا بسبب صحيح في انقسام دولي وأن المجتمع الدولي منقسم لكن زي ما قلنا في البداية ليش هو ليش الانقسام هذا مؤثر داخل ليبيا لأن عندك شركاء محليين في الداخل يخلوا في انقسام الدول مؤثر في الداخل فاضطر الرجل عاد انه هو يبدا في رحلات مكوكيه بين عواصم الدول الغربيه والعربيه حاول انه هو ينسج ويصنع توافقات لهذه الدول عشان الدول هذه لما تتفق في رؤيتها في قضايا مهمه في ليبيا تقدر تضغط على الشركاء المحليين الموجودين في الداخل المتمثلين في السياسيين الليبيين العظماء. قبل ما ناخذ ردود الافعال في حاجه والله غريبه يعني. انا مستغرب من الناس اللي دايرين عرس. من السياسيين اللي دايرين عرس الان برحيل سلامه يشوفوا ان الامور افضل طبعا مش افضل عشان خطر الليبيين اطلاقا افضل لان هم الان خايفين على شرعيتهم السياسي الليبي عنده هاجس ما يرقدوش والله ما في الليل الاجسام السياسيه الناس اللي فيهم ما يرقدوش في الليل خايفين ان غسان سلامه وان البعثه الامميه قاعده تفتش على شرعيه سياسيه جديده تتجاوز شرعيه الاتفاق السياسي هذه اللي خايفين منها وهذه كابوس جنيف بالنسبه لهم كان كابوس انا مستغرب من حاجه الفهم الخاطئ والقصور الذهني والسياسي والفكري عند السياسيين الليبيين لما سياسي ليبي يقول غسان سلامة أثبت فشلة في خلال سنتين ونص غسان سلامة فشل ويطلعوا مش متحشمين ويصرحوا في التلفزيونات الكبيرة والتلفزيونات الإقليمية والغربية والدولية يقولوا هذا سبب نعم استقالة غسان سلامة هذه نتيجة طبيعية لفشلة في, في السنتين ونص بنش عارف هذه نصنفوها في قلة أدب سياسي في بجاحة سياسية ما عارف كيف نفهمها لما شخص فاشل سياسيا ها او جسم سياسي فاشل سياسيا يجي يقول غسان سلامه هذه نتيجه طبيعيه والله نتيجه طبيعيه لفشلك بالمناسبه نحب نذكر السياسي الليبي المعايير داخل الامم المتحده مختلفه تماما ما فيش حاجه اسمها فشل ونجاح عند الامم المتحده غسان سلامه في السنتين ونص كان يدير كان يستغل في زمن الامم المتحده ويشتغل به السنتين ونص هذني اسمهم زمن إدارة الأزمة الليبية عند الأمم المتحدة معايير النجاح والفشل معايير محلية في الداخل في الدول اللي عندها أزمات لما مبعوث أممي يقعد سنتين ويقول لك كل سنة وانت طيب والأمور ما تصلش لتسوية سياسية عندك معناه الخلال عندك يا حبيبنا لأن المبعوث الأممي وظيفته أنه هو يستثمر في السنتين هذن يحاول أنه هو يصل لتسوية سياسية يدير مقاربات يقرب الناس هذني يكون محضر خير بين هالناس وبين هالقوم النايضة ولما ما لما ما من هذا الشيء الامم المتحده عندها عمليه فنيه فقط عندها غسان سلامه جاء سنتين ونص حاول انه هو يدير الازمه في خلال السنتين ونص الامم المتحده ما خلتش ليبيا بروحها وعندها ممثل لها يحاول أن يدير المقربات تعقدت الامور يطلع غسان سلامه ويجي شخص اخر ما فيش حاجه اسمها فشل ونجاح مش حيجي في الامم المتحده يقول له والله انت فشلت يا سلام اطلاقا الفشل والنجاح مش هو المعيار في المقياس المقياس هو اداره الازمه وانك انت استغرقت في السنتين ونص ودرت شغلك وشكرا جزيلا الفشل والنجاح هو شيء ليبي خالص وتحديدا الطبقة السياسية تتحمله ومش عارف ليش مبسوطين الآن هذه هي الغريبة ناس من مجلس النواب ومن مجلس الدولة مبسوطين لو يعني زي اللي ايش تو اللي يجيب غسان سلامة رجل قاعد يمد لك في يد العون من سنتين ونص جاي واحد يلقى اثنين غرقين ونحن قاعدين نغرقوا في الأزمة الليبية غرقين لعند روسنا الآن يلقى في اثنين إخوة أعداء غرقين ومتخالفين مش قادرين يطلعوا من الازمه اللي هم فيها، الراجل يمد في يد العون يقول لهم اعطوني ايديكم انا حننتشلكم من هذا العبث والفوضى اللي انتم فيها، لكن عن شرط مدوا لي ايديكم انتم الاثنين، يبدو لا يبوا يفصلوا عليه حتى هم قاعدين يغرقوا في لحظات الكارثه وفي اللحظات النهائيه وقاعدين في الحدار هائل، يقولوا لا معلش لا مش حتنقذنا بشروطك، لا نحن عندنا شروط معينه تنقذني انا قبل وبعدين تفكر انك تطلع هذاك اللي هو الخصم السياسي، الاخوه العداء هيك يفكروا فلما يجي سنة ونص يقول لهم يا جماعه اعطوني ايديكم تو انا نطلعكم من القصه هذه يقولوا لا لا ما نبوش نحن يقول لهم كل سنه انتم طيبين خليكم اغرقوا استمتعوا بال بالبؤس اللي انتم موجودين فيه واغرقوا على مهلكم وانا ماشي عندي شغل اخر وصحتي ما تسمح ليش بصراحه انا قعدت معاكم سنتين ونص وانا مد ايدي وانتم ما تبوش تطلعوا من هذا العبث فانا نبي نمشي شنو يديروا اللي قاعدين يغرقوا يبدا يصفقوها ما والله اثبت فشله فرحانين انه هو اثبت فشله وعدى وانت قاعد تغرق يعني المنطق مفقود نفس هذا اللي قاعد يصير الان اول مره تشوف ان ناس قاعدين يغرقوا مبسوطين ان الشخص اللي جايب بيساعدهم معدة مبسوطين يقولوا ريت انت فشلت انك انت تساعدنا وتطلعنا من العبث ما تقدرش تفهم الذنية السياسية الليبية كيف ما باهي نشوفوا تغريدات فتح بشاغة ناخذ مجموعة تغريدات على السريع ردود الأفعال وزير داخلية الوفاق المفوض اللي قاعد يعني يثير في جدل أخيرا في أدوار المتناقضة أتأسف لاستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة استقالة سلامة ستصعب الأمور بالنسبة للأوضاع في ليبيا إذ أنه من الصعب أن يقبل مبعوث آخر مهمة العمل في ليبيا وللموضوعية هذه تغريدة وهذا رأي وجيه من فتح بشاغة ومنطقي وعقلاني نمشي لآخر اللي هو المندوب واحد المستشارين السابقين للسراج نمشي لتغريدة أخرى المندوب ليبيا في الأمم المتحدة طهر السني أوضحت في لقاء اليوم مع الأمين العام أن عدم ذكر الفاعل للانتهاكات هو تشجيع للاستمرار ما نش عارف شنو هو المعيار على كل حال وضرورة الاستفادة من أخطاء الماضي في إعداد الحوارات السياسية وإفساح المجال لبين دون إقصاء يعني طاهر السني شوفنا نقدر نستفيد من أخطاء سلامة تخيل أخطاء من؟ أخطاء سلامة باهي يا سيدي هذا الطاهر السني نمشي لي تغريدة أخرى عندي تغريدات واجدة إن شاء الله نلوهن مبروك سلطان يقال أن هو رئيس مؤسسة وطنية نفط موجودة في بنغازي يقال والله أعلم سلامة في ستين داهية شوف الأسلوب السياسي شوف التهذيب السياسي أضعت ثلاث سنوات دون فائدة يعني أشياء يخلنك تقول سبحان الله سبحان الله كيف كيف ان السياسي او المسؤول اللي بيفكر بترملت مبعوث انجليزي سابق ليبيا وراه بالمناسبه ومحسوب على الوفاق ديما يقولوا يدعم في الوفاق ارى المتصيدون يحتفلون حسب خبرتي انه كان مبعوث ممتاز للامم المتحده الدكتور غسان سلامه اشتغل بلا تعب ليحقق حل سياسي وعسكري واقتصادي لليبيا والليبيين اتمنى ان ينال الراحه التي يستحقها انا ان شاء الله ايضا نقول له الدكتور غسان سلامه ان شاء الله هو يتريح بصراحه هو لا شك ان في ناس في تغريدات قبل ما نرجع للتغريدات في ناس يقولوا والله غير دقيق كلام سلامه انه هو عنده اجهاد صحي ان هذا مش هذا السبب الحقيقي لاستقاله سلامه مش بسبب اجهاد صحي بصراحة اللي يشوف الوجوه اللي يشوف جماعه الجماعة ضم الطبقة السياسية الليبية لابد أنه هو يجهد وينهك ويركب ألف مرض تخيل أنت يعني لا تتمنى نفسك أنك تكون مكان سلامة تخيل سلامة هو يتلقى مع جماعة مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسة يوميا كيف يكون شعورك وانت تتلاق وانت تتلاقى مع الوجوه النيرة هذه الوجوه اللي تجيب ضيقة العلم 24 ساعة وينظروا ومتحملهم رجل مثقف وأكاديمي ومتخصص ومثقف ومفكر عربي مهم أن يسمع هالقوم يوميا لمدة سنتين ونص أكيد حينهك صحيا ويسمع فيهم بجدية ما هو عارف هو غسان سلام عارف أن هضم لا يمثل الليبيين حقيقة لكن شو بدير هذا هو الموجود مجلس النواب ومجلس الدولة ومجلس رئاسة الله غالب هذا الموجود عارفها هو عارف ان هذوم لا يمثل الا الليبيين ولا تطلعات الليبيين لكن الله غالب هذوم اللي قاعدين لابد انه يضطر يسمعهم ويحكي معهم في تغريده اخرى المفروض هي موجوده عندي للناطق باسم المجلس الرئاسي صفة رسمية طبعا هو غريب شوية الناطق باسم المجلس الرئاسي هذا شنو يقول الناطق باسم المجلس الرئاسي؟ مهند يونس الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي عشان نكونوا دقيقين يحكي على غسان سلامة بعد الاستقالة أوصل حفتر لتخوم طرابلس وحمائم السلام من اللي أوصل حفتر لتخوم طرابلس غسان سلامة وحمائم السلام تطبل لحواراته المزعومة ولكن همة وصبر الرجال كذا 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 تو هذه نفس النقطة اللي نحن نتكلم عليها بعض المراقبين يقولوا ان اللي اوصل حفتر لتخوم بطرابلس هو فيز السراج باختصار والمجلس الرئاسي وحكومه الوفاق لماذا لان في خلال الاربع سنوات تم تكليف المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق اولا المجلس الرئاسي وحكومه الوفاق اللي كانت من قبل مش نفسها هي يعني مجلس الرئاسي كان مفترض ان يكونوا فيه سبع اشخاص ولا ثمانيه مش عارف كم الرقم لم يستمر وحكومه الوفاق يجب ان تنال الثقه من البرلمان وهم في شروط موضوعيه وسياسيه وقانونيه دارها المجتمع الدولي عشان نقدر نقول هذه هي الشرعيه الدوليه على كل حال طلب منها مساله المصالحه الوطنيه وطلب منها الاصلاحات الاقتصاديه وطلب منها الترتيبات الامنيه وطلب منها صنع التوافق المهمه الاساسيه اللي وجد من اجلها المجلس الرئاسي لحكومه وحكومه الوفاق هو اسمها نفسه الوفاق ان هي تقدر تهندس يعني المهمه الاساسيه لفيصل السراج ان هو المهندس فيصل السراج من ان هو يهندس مصلحة وطنية عليا في إطار مصالح جزئية جهوية ضيقة ويقدر يشتغل عليهم ويقدم نموذج التوافق هذا ولكن أخفق فيه أخفق في الترتيبات الأمنية والتوافق والمصالحة الوطنية والفلوس وفتح باب الاعتمادات وتغولت مجموعات مسلحة وأصبحت حياة الناس في العاصمة طرابلس جحيم وزي ما قلنا بالطبيعة أن المؤسسة العسكرية بعد ما تنجز مهمتها في بنغازي وفي درنا وفي الجنوب تلتفت لطرابلس وتشوف العاصمة شنو مشكلتها وجيت تحل المشاكل الأمنية خصوصا أن الجيش الوطني يشوف ويعتقد أن مشكلة ليبيا هي مشكلة أمنية مهند يونس من عندنا اخرى هذا تقريبا مجموعة من التغريدات في عندنا تصريحات لازم ما نحن ناخذوها ايضا هي تصريحات مهمة مجلس النواب نديروا في جرد نحن للناس هذوما اللي قاعدين يعلقوا على مش يعلقوا هم مبسوطين باستقالة غسان سلامة وبرحيل غسان سلامة ومانيش عارف المستقبل بأي زاوية يشوفوا فيه كيف هم مبسوطين جدا يعني حاجة غريبة حاجة غريبة لا وفاشلين سياسيا يتهموا في مبعوثهم منه هو فشل يعني هذه اغرب حاجه يا ريتها جايه من مستقلين يا ريتها جايه من ناس عاديين يقولوا غسان سلام فشل جاي من الناس اللي هم ابدعوا في الفشل اللي هم ثمان سنوات من 2002 قاعد من 2012 موجودين في المشهد وسلسله من الفشل العريض التراكمي المتفننين فيه 24 ساعه يعني شيء غريب عجيب ما تقدرش تفهمه نشوفوا مجلس النواب صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبد الله بلاحك. طبعا استاذ عبد الله هو شخصيه بصراحه محترمه ومهذبه ودائما يتحمل في نقدنا لكن طبعا هو الناطق باسم مجلس النواب الله استأنف جلساته الرسميه بمغازي برئاسه معالي النائب الثاني مجلس النواب الدكتور حميد حومه حميد حومه ب الذي يحكوا على النقاش نتاع الامم المتحده والحوار يبيحكوا يناقشوا تدخلات البعثة الأممية والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا تجاه مجلس النواب وأضاف بليحق بعد مداولة هذا البند ومناقشة الخطوات القادمة لجلس النواب تجاه الحوار السياسي من أجل نهاية الأزمة الليبية وأيضا تجاوزات البعثة مش عارف شنو قرر المجلس إرسال برقية احتجاج وشجب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات الصحفية الأخيرة المبعوث الأممي يعني لا يريحوه له قاعد له ماشي اهو غسان سلامه ملك مماله طلع هذا حصانك وهذه السدرة أشقى بالمأساة اللي أنت موجود فيها واللي دخلت الليبيات والليبيين فيها عباقرة العقول العقول النيرة اللي تبي تدير الأزمة واللي تشوف أن الأمم المتحدة ما تعرفش تحل أي مشكلة والله حاجة غريبة يعني الطبقة السياسية هذه اللي اللي استثمر فيها غسان سلامة من وقتها سنتين ونص والأمم المتحدة خذلت سلامة وخذلت الأمم المتحدة وخذلت الليبيين أولا يعني خذ خذ للليبيين هذا شنو تسموه الاجسام السياسيه اللي موجوده الان الناس اللي ما يتحشموش واللي ياخذوا في 16 ألف دينار ما تتحشموش لما تطلعوا تحكوا الليبيين عن فشل غسان سلامه يعني حاجه غريبه بصراحه نبي ناخذ تصريح لعضو مجلس النواب ناخذ في, في اشياء مختلفه عضو مجلس النواب زياد غيم تصريح المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامه بطلب اعفائه خبر سيء دغيم قال ان سلامه قامه سياسيه كبيره زياد غيم سلامة قام سياسية كبيرة ومثقف من الطراز الأول وبذل جهدا كبيرا في ليبيا وأشار عضو مجلس النواب نعم أخطأ غسان سلامة ولكن هذه طبيعة الأمور ونصيب كل مجتهد من الصعب أن نجد بديلا أفضل من العبوث الأمم غسان سلامة هذا أيضا كلام مهم مجلس النواب خذنا نمشوا لي أحد أعضاء مجلس النواب الجروشي هذا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عضو لجنة الدفاع والأمن طبعا لجنة الدفاع والأمن القومي هذين تخصصات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا أعظم دولة ما فيش شخص واحد يقدر يقود التخصصين هذين أو يقدر يقود هذه المسؤولية دفاع وأمن قومي ما علينا طبعا بالمناسبة راهي الألقاب الألقاب مجانية في ليبيا بالبلاش بالبلاش الناس اللي قاعدين يزيدوا على غسان سلامة المفكر والمثقف ومبعوث الأمم المتحدة راهو ببساطة تقدر تجد وزير في ليبيا تشرب قهوة مع فلان الفلاني في فندق معين تجد وزير أو وكيل وزير بهذه البساطه الامور لا تحتاج لا, لا لكفاءة. هذا هو معيار الكفاءه هذا هو المعايير اصلا معايير كلها مقلوبه في ليبيا لا محتاج انك تكون لا عندك كفاءة ولا تجربة ولا خبرة ولا تحتاج أنك تكون عقل أو مفكر تقدر تجد وزير أو وكيل وزير أو أي حاجة تبيها في الحياة ببساطة في ليبيا الآن في شربة قهوة في شربة مية تجد وزير أو ناطق أو أي حاجة يعني طارق الجروشي ضغوطات الدول الراعيه للاخوان المسلمين جعلت المبعوث الاممي يقدم استقالته قاعد يفسر يعطي في تفسير علمي لاستقاله سلامه طبعا التفسير الوحيد انه هو في في حاجه اسمها مجلس نواب وفي حاجه اسمها مجلس دوله مجلس رئاسي لابد ان يجعل اي شخص يستقيل انتقد عضو لجنه الدفاع والامن القومي طارق الجروشي المبعوث الاممي واعتبره فشل في مهمته شوف الثقه شوف الثقه المطلقه في الحديث طارق الجروشي عضو مجلس النواب يعتبر ان غسان سلامه فشل في مهمته لافتا الى ان الاستقاله التي تقدم بها سلامه معللا بان الاسباب صحيه غير مقنعه ووصف الجروشي اعتذار السيد غسان سلامه وعوث الامم للدعم في ليبيا بغير المقنع قائلا انه بالامس كانت صحته جيده وكذا تو مش قصه الصحه الجيده يعني حاجه غريبه يشكك ويشوف انه والله فشل في مهمته ما هو دائما عارفين من اللي اكثر الناس تتجرأ على اهل المعرفه هم الجهله بس دائما الجهل عنده جرأه غير مسبوقه ودائما كلامه مطلق ويحكي باليقينيات وبالحقائق ويحكوا على غسان سلامه وغسان سلامه اللي قاعد مضطر انه يسمعهم عرفهم والله لا لهم علاقه لا بسياسه ولا بعمل ديمقراطي ولا بعمل برلماني قاعد يسمع فيهم وخلاص لان هذه وظيفته ويسمع فيهم بتواضع تواضع الناس اللي عندها معرفه حقيقيه ديما الشخص اللي عنده معرفه والشخص اللي يجيد ما يفعل ديما تلقاه متواضع ويسمع من الجميع يسمع حتى حتى بين قوسين الهراء يسمع ويضطر انه هو يسمع في اطار عمليه الفهم يبي يفهم هالقوم النايضه هذوم كيف ماشيين. فيعني غسان سلامه اجهد الرجل فعلا احنا مقتنعين ان الرجل اجهد واي واحد منطقي وعقلاني يعرف ان غسان سلامه اجهد خصوصا ان كل المبعوثين نعطيكم على سبيل المثال المبعوث الام الامريكي اللي دزوه دزوه لايرلندا سيناتور جورج ميتشل. بعد عشرات السنين من الحرب والنزاع الإيرلندي الرجل استطاع أن هو يحل المشكلة في إيرلندا ليش لكن لأنها إيرلندا لأنها قاعدة في الغرب عشان نحكي بحقيقة نفس الرجل عرض عليه أنه هو يكون مبعوث أو باراك أوباما قال له تجد مبعوث في الشرق الأوسط قضية فلسطينية قال له لأ, لا اعتذر وكل مبعوثين يعتذروا عن أي قضية لها علاقة بالشرق الأوسط اللي مشاكلها تبدأ ولا تنتهي ليش؟ لأن الذهنية السياسية العربية وحدة للأسف ذهنيه سياسيه العربيه واحده، ذهنيه سياسيه معرقله ما تعرفش الا مبدا الغنيمه. كم تبي تعطيني باش نقعد باش نحل لك الامور، اعطيني فلوس وانا نحل لك الامور. هذه هي الذهنيه هي الذهنيه السياسيه للاسف زي اللي في ليبيا، اقرب للذهنيه الميليشياويه بالمناسبه. في تناغم كبير، صح الميليشياوي يدير سلاح ويدير قصص وبوابات ويسقب على المصارف وكذا، وفي زي سياسي يسقب ويسطو ويدير في عمليه سطو مسلحه على الدوله الليبيه ويتهم في المبعوثين الامميين بالفشل. وهو خرب ليبيا بالكامل. يعني اشياء غريبه غسان سلامه اكيد اكيد حيجهد لما يتلاقى مع نفس الوجوه اللي تشوفوهن الان. تخيل انت مكان غسان سلامه لا يمكن حد يتمنى انه هو يكون مكان غسان سلامه لما يتلاقى مع الناس مع مجموعه نواب من نواب من مجلس الدوله من مجلس النواب من المجلس الرئاسي الشخصيات العظيمه اللي تشوفوا الان. يعني غسان سلامه لما يتلاقى يوميا مع هضم شبدير تخيل سنتين ونص وانت وانت تلاقى مع هذه الوجوه ها اللي العنوان العريض على مح على ملامحها هو الفشل ولا شيء اخر الا الفشل والاخفاق والشكبنه والعرقله والمزايدات والكلام الفاضي تخيل ان الرجل يوميا يتلاقى مع هذم وبصراحه الجميع اجمع لو ننتقل لصوره ثانيه موحيه كلهم ضد غسان سلامه من اللي ضد غسان سلامه؟ حيجتمعوا في صوره واحده وتشوفوهم الان مجلس النواب ضد غسان سلامة الصادق الغرياني والإسلام السياسي بما يمثل الصادق الغرياني ضد غسان سلامة مجلس الدولة ضد غسان سلامة مجلس رئاسي ضد غسان سلامة ويعتبروا أن الفشل هو فشل غسان سلامة هذون كلهم يشوفوا أن غسان سلامة هو خطر على الأمة الليبية نبي ننتقل لصورة أخرى تفسر سعادة والعرس السياسي جماعة اللي سير في ليبيا على رحيل سلامة صورة لجلسة جميلة جدا وين في 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 أروقة المصرف المركزي في أروقة من المصرف المركزي السعادة هذه يفسرها خبر زي الخبر اللي بنقراه الآن ليش هم مبسوطين إن غسان سلامة موش قاعد اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج يا ريت ناخذ الصورة مع كل من رئيس مجلس النواب بطرابلس محمود أسيالة رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري محافظ مصرفي بالمركز السيد الصديق الكبير رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك بحضور آمر غرفة العمليات المشتركة للجيش الليبي اللواء أسامة جويلي هذا خبر قرأت الكم من المنصة الرسمية للمجلس الرئاسي رجعوا لنا على الصورة هذه لأن موحية جدا الصورة هذه شنو تشوف في الصورة؟ ها تشوف في الصورة يا سيدي جماعة قاعدين الآن يديروا في ترتيبات مالية هو عارفين شنو الغريب؟ ما فيش ولا واحد منهم هالجماعة اللي قاعدين ماسك بيرو والله ماسك ورقه ترتيبات ماليه من غير لا ورقه من غير نقاش ما فهمتش كل واحد حط كرعه تقول قاعدين يقروا في فاتحه ناس قاعدين جالسين وخلاص الان ويدوروا في ترتيبات ماليه حاجه غريبه اوك اه بالمناسبه فيهم كم واحد الان واخذين شرعيه دوليه ما فيش ولا واحد منهم واخذ شرعيه من ليبيا مجلس الدوله مجلس الرئاسي ومجلس النواب الموازي ومجلس الدوله كلهم شرعيه دوليه دقوا وجوي اللي مش معروف موقعه من الاعراب في هذه الجلسه تحت الترتيبات الماليه ابدا ما له موقع من الاعراب بزيه العسكري اللي يرتديه وكل مديرين زياره وين للصديق الكبير هذه تعطيك ان الحاكم الفعلي في ليبيا هو هذا الرجل مش في المجلس الرئاسي اول مره نشوفه ترتيبات ماليه من غير اوراق ومن غير من غير ملفات ومن غير اوراق كل واحد حط كراع على كراع وقاعدين يحكوا ترتيبات ماليه لدوله هل هذا شيء يعقل هل هذا شيء منطقي هل هذا منظر وجيه لا قاعد وزير المالية ولا قاعد وزير التخطيط ولا الاقتصاد ولا مؤسسة الوطنية للنفط طبعا ديرين عركة مع صنع الله وصار لاسن كبير مع الصديق الكبير وزير التخطيط ووزير المالية عندهم مشكلة مع الصديق الكبير فعاد هو صاحب الحوش ما يقدروش يجوا الأمور بهذا العبث يبو غسان سلامة يمشي عشان تستمر الأمور تدار بهذه الطريقة عشان ما حد يسألهم عشان ما حد يجي يدير لهم قصص، وين يا الصديق الكبير؟ كيف تمشي الامور؟ وين الشفافيه؟ كيف تصرف؟ وين الاصلاحات الاقتصاديه؟ وين الترتيبات الماليه؟ من يمشي مع من؟ تعطوا في هذا كم؟ وين تمشي؟ حاجه غريبه يعني. عبث في عبث. هذه جلسه ميزانيه هذه غريبه، هذه جلسه ميزانيه بالله عليك والله الناس قاعدين يقولوا في الفاتحه. الاقرب ما هو الاقرب؟ لا يمكن تصدق ان الناس اللي جالسين هذه الجلسه بصفات صفات وهميه مجانيه ما تعرفش تقول باهي وخلاص ليبيا باهي باهي مرات لما تشوف القصه هذه كلها تقول بليبيا باهي اللي فيها الضي مازال يمشي ويجي باهي اللي في ليبيا الضي لما ينقطع يجي يعني لان اللي قاعد ساير الان لما تشوف العبث هذا كله تقول والله الحمد لله انه ينزل في 300 دينار لان اللي قاعد يصير لو في دوله ثانيه ما كانتش تتحمله غريب ان ليبيا ما انهارتش الى الان بعد العبث هذا كله على سيرة الدكتور غسان سلامة نبي ناخذ تصريح آخر قبل أن ننتقل لموضوع مهم عضو مجلس النواب سيدة صباح الترهوني استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة جاءت متأخرة هو فعلا جاءت متأخرة بالمناسبة يعني أغلب المحللين في الأمم المتحدة استغربوا فعلا تأخر غسان سلامة في تقديم استقالته لأن عارفين عارفين متأكدين تماما أن أي حد يواجه هذا العبث لا يمكن لإنسان أو مبعوث انه هو يجد طريقة مع هذا العبث الهائل فكلهم متوقعين لكن سلامة قال مش مشكلة زي ما قلت لكم والله رحمة والدين سواء عمل غسان سلامة أو جوتيرش أو الأمم المتحدة يجوك يقولوا لك نحن نقدم لك الدعم السياسي الآن ونحاولوا نحن نجمعكم على كلمة سواء صار منها باهي صلى الله هم وبارك ما صارش منها كل سنة طيبين وحلوا أموركم ايش علاقتنا نحن ما تبيش تحل الامور ان شاء الله، والله ما حلت، في نزاعات، في حاجه اسمها عامل الوقت، الامم المتحده تعرفها كويس. انت ما تبيش تدير حوارات، خليك يا بوي دق لعند ما تدهش. طبعا من يتحمل المسؤوليه؟ قصدي من من اللي البلاء هذا كله يتحمل الشعب الليبي، عشان الناس يبوا مناصب بهذا الاختصار. غسان سلامة سيدة صباح الترهوني جاءت متأخرة استقالتها بسبب فشل الذريع في ليبيا خاصة بعد عدم نجاح عقد مؤتمر غدامس الذي رفضه الليبيين ايش دخل فشل مؤتمر غدامس بغسان سلامة نبغى نمشي لموضوع آخر وهو مهم جدا وهو خبر الأخبار عندنا ولكن حنطلع فاصل قصير جدا وحنتكلموا على خبر إعدام الإرهابي هشام عشماوي اللي قبض عليه الجيش الوطني في معارك درنا لما كان مجلس الشورى يحكم مجلس الشورى مجاهدي درنا وضواحيها يحكم في مدينه درنا خبر اعدام الان في مصر شن هي تداعياتها كيف تعاطف الصحافه المصريه والاعلام المصري والناس اللي موجودين في مصر مع خبر اعدام هشام عاشموي فصل قصير ونكون معكم من جديد إذا العدالة تحققت الآن في مصر وتحققت في ليبيا بخبر إعدام الإرهابي هشام عشماوي تضرر الناس واجدين في ليبيا وفي مصر وهذه دائما نهاية الإرهاب الجماعات الإرهابية والشخصيات الإرهابية مهما دعمتها دول مهما دعمتها منظمات مهما تلقى الدعم سواء دعم ايديولوجي بخطاب ديني من بعض الدول سواء بالفلوس لابد ان تكون هذه هي النهايه الطبيعيه للارهاب لان الارهاب لابد ان المجتمعات الحيه انها هي ترفض في نهايه المطاف ونبغى ناخذ خبر الارهابي واعدام الارهابي هشام عشماوي بتوسع اكثر مع الدكتور منير اديب الباحث في شؤون الجماعات والحركات الاسلاميه انضم من, من القاهره استاذ منير سعداء جدا طبعا بانضمامك لنا وفي نقاشنا المفتوح نحن نتكلم على خبر اعدام هشام عشماوي بدايه لو تضعنا وتضع المشاهدين وتضع الليبيات والليبيين في صوره التداعيات واصداء خبر اعدام هشام عشماوي اهلا وسهلا بك استاذ خليل وكل مشاهدينا الكرام وتحيه يعني تحيه اجلال وتقدير الى كل الليبيين والليبيات يعني هذا الشعب الصامد واعتقد ان هناك مشتركات كثيره يعني نعم. ربما اثبتها الواقع و هذه التحديات التي ربما تعيشها مصر وتعيشها ليبيا حتى يعني عندما نتحدث عن هشام عشماوي يعني فهذا الانجاز الذي تحقق يعني تحقق بايادي ليبيه ومصريه يعني الجيش الوطني الليبي القى القبض على هشام عشماوي ليتم لي تنفيذ الحكم عليه حكم الاعدام في مصر فيشفي صدور قوم المؤمنين في ليبيا وفي مصر كم مارس من عمليات إرهابية في الداخل الليبي وكم استغل الوضع السياسي ربما في ليبيا ليشن حملات إرهابية وينفذ عمليات في الداخل المصري ولكن فيما يتعلق بأصداء هذا الحكم أعتقد أن هناك حالة من الارتياح الشديدة في مصر بعد تنفيذ الحكم خاصة وأن ضحايا هشام عشماوي كثر فهو شارك وساعد في تنفيذ عمليات إرهابية كثيرة إما بنفسها أو بالتخطيط أو المساعدة استهداف اللواء محمد إبراهيم يعني على سبيل المثال وزير الداخلية يعني هو, هو حاول اغتيال اللواء محمد إبراهيم يعني وزير الداخلية الأسبق شارك في هذه العملية وشارك في عملية الواحات واستشهد في هذه العمليه قرابه 16 ضابطا من القوات قوات الشرطه الداخليه في مصر من اكثر الضباط وقام بقتل مدنيين وضباط شرطه وضباط جيش وقام بتفجير منشات امنيه تابعه للشرطه الداخليه والقوات المسلحه وغيرها وبالتالي حاله الارتياح هذه شعر بها الشعب المصري واعتقد يعني يعني شعر بها ايضا الشعب الليبي وكل شعوب العالم وكل شخص له علاقه بالانسانيه فهو هشام عشماوي القى الرعب ومارس الارهاب في كل مكان وبالتالي هذا هذه الحاله شعر بها كل المصريون لاسباب ان اغلب ضحايا هشام عشماوي كانوا في مصر وهؤلاء الشهداء الذين سقطوا يعني اقاربهم وعوائلهم والمصريون كانوا يريدون ان يشفى غليلهم في تنفيذ هذا الحكم بهذه الصوره وهو قصاص الله في النهايه. نعم. طيب في سؤال اخير معك دكتور منير اديب. هل تتوقع ان التحقيقات اللي صارت ان تعطي معلومات مهمه بالنسبه لاجهزه الامن المصري ان هي تقدر تطيح بشبكات ارهابيه خصوصا انت تعرف ان ظاهره الارهاب مرتبطه ايديولوجيا وتنظيميا في ليبيا في سيناء المصريه خصوصا ايضا مع الارهابيين اللي جيب فيهم اردوغان الى ليبيا وفي سوريا ايضا في كل مكان في الجزائر جنوب الجنوب الليبي جنوب الغرب الليبي بكل تاكيد اجهزه الامن المصريه نجحت في الحصول على معلومات فهشام عشماوي كان بمثابة كنز معلومات حقيقي لأجهزة الأمن، حصلت من خلاله على معلومات مكنت أجهزة الأمن في مصر من تفكيك عشرات الخلايا التابعة أو المتصلة ربما بتنظيم المرابطون الذي أسسه هشام عشماوي أو بالتنظيمات المتطرفة الأخرى وبخاصة الموجودة في سيناء وهنا أقصد تنظيم ما يسمى بولايه سيناء او داعش مصر، خاصه انه كان في وقت من الاوقات كان جزءا من هذا التنظيم قبل ان ينشق عليه. حصلت اجهزه الامن المصريه على هذه المعلومات، واجهزه الامن المصريه لديها خبره حقيقيه في التحقيق مع هؤلاء المتطرفين، فقد كانت لنا تجربه رائده او لاجهزه الامن تجربه رائده في مواجهه الارهاب. يعني قبل ثلاثون عاما وتحديدا في التسعينيات من القرن الماضي ومن ثم وصلت أجهزة الأمن أو حصلت أجهزة الأمن على معلومات مكنتها من تفكيك هذه الخلايا وأعتقد أننا نستطيع أن نقول بارتياح شديد أن مصر نجحت في ضرب البنى التحتية للتنظيمات المتطرفة من خلال استهداف قيادات وأمراء هذه التنظيمات المتطرفه. نعم. اشكرك جزيل الشكر دكتور منير اديب الباحث في شؤون الجماعات والحركات الاسلاميه شكرا لكل هذه التفاصيل وانت وضعتنا وضعت الليبيات والليبيين في صوره اصداء وتداعيات اعدام الارهابي هشام عشماوي وصلنا مع الدكتور منير اديب المجهول الشكر من جديد الى نهايه حلقه بلاد الليله وايضا وصلنا ونحن قاعدين نراقب في المرحله القادمه كيف حتكون خصوصا مع رحيل الدكتور غسان سلامه اهم مبعوث دزات الامم المتحده للمنطقه ولليبيا والكرة الآن في ملعب الأجسام السياسية اللي هي دير عرس سياسي جماعي ومبسوطة برحيل غسان سلامة وصلنا إلى نهاية حلقة بلاد الليلة تحياتي مشاهدينا الكرام تحياتي أخي الحاسي وإيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم أمسية طيبة